اهلا بيكم في فيديو جديد. معلش ان انا اتاخرت عليكم، بس كان حصل موقف وانا مسافر. اوكي، انا كنت مسافر في فرنسا، يعني كنت واخد اجازه كده سريعه في فرنسا، كويس. بس كان حصل موقف وانا هناك في فرنسا. تمام، الموقف اللي حصل ان انا وصلت المطار في باريس على اساس ان انا هستلم الشنط، لكن لا يا جماعه، الشنط ما جاتش على باريس زي ما انا كنت متوقع. بس يعني هو في حاجة يعني انا عايز اقولها. تمام، الواحد يعمل حسابه دايما وهو مسافر ان هو يخلي معاه شاحن احتياطي للتليفون بتاعه وغيار ولبس احتياطي وهو مسافر عشان خاطر ما يحصلوش الموقف اللي حصل لي. تمام، انا يعني الموقف اللي حصل، انا كان المفروض ان انا كان معايا اللابتوب في السفرية، طلع اجازة ومعايا اللابتوب، كويس، وهدوم انا كنت عامل حساب ان انا كنت هلبسها. لا، ده ما حصلش. الشنطة بصراحة بدل ما توصل على مطار فرنسا وصلت على مطار روما. تمام، بس يعني انا برضو هرجع تاني واقول حاجة انا قلتها من 3 4 دقايق. تمام، هقول يا جماعة من فضلكم، هنصحكم ان انتوا تسافروا معاكم هدوم احتياطي في الشنطة اللي معاكم جوه الطيارة. تمام، كويس، عشان خاطر تقدر ان انت على الاقل تلبس هدوم لغاية ما تنزل تشتري هدوم وتاخد الفلوس من شركة الطيران بتاعت الهدوم اللي انت اشتريتها، لان هم من حقهم ان هم يدولك فلوس على الهدوم اللي انت اشتريتها، كويس. دي حاجة مهمة. تمام، وبصراحة يعني انا اتبسطت جدا في السفرية، بس انا لولا المشكلة اللي حصلت يعني كنت هقدر اعمل فيديو من فرنسا. تمام، ومعلش ان انا اتأخرت تاني عشان خاطر سبب الشنط، بس الحمد لله الشنطة رجعت، وانا الحمد لله مبسوط ان انا رجعت مصر بعد الاجازة القصيرة اللي انا خدتها في باريس في فرنسا. كانوا 5 ايام حلوين جدا طبعا، يعني بسطت فيهم لولا حكاية الشنط، بس الحمد لله الشنطة رجعت باللي فيها، باللابتوب، وطبعا الساعة اللي انا بتحرك بيها اللي هي الابل واتش الجديدة، طبعا اللي هي السيريس 3. تمام، دي حاجة مهمة أنا بتحرك بيها دايما علشان بتقول لي أنا مشيت قد إيه، وبقدر أتابع منها حاجات معينة على صحتي والمشي وطلعت كام درجة سلم. وربنا يسهل يا جماعة يكون الفيديو عجبكم. تمام، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وبشكركم تاني، وأشوفكم قريب في فيديو تاني أو في بث مباشر على القناة، وشكراً.